يا عبد الله ويا أيها المسلم، قال لكم إسلامي أنست إلي والله. تخيل معي وتصور هنا دقائق أنا أخاطب كنجي لما قلت بمن كنقى كما صحبة القرآن في رمضان نقرنا كبر لما والسوق سنوالي كي قرنا كيف الله سبحانه وتعالى لما قلت آدنا لنا في سورة البقرة أتي شهر رمضان الذي أنزل ماذا؟ أنزل فيه القرآن أتي قصو كيف كيني قصو كيف وكترا سن قصو يغصو بكاته أتي قرنا ينقى كين قصو نوالي قرنا كبر لما يغصو نوالي سورة كتابي ولن يجد عبد شيئا اعظم في شهر رمضان من صحبه القران لن يجد كومنتر نو هو كتا كين ان قورو سون قوس نوغندي جيل القران كبل لما هو هو اند قورو وتدخل شهر رمضان وانت لا تفارق القران سون قوس النار كتنا وانت لا تفارق القران انك ما قرنا حتى لما ما قرأت قام بلي أقبل هذا المصحف أقبل هذا القرآن جونكو كت كقرآن أن جونكو كت على كفي كتاب ربك كلام ربك أنك من كتابه أنك من دكان قنو جونكو كت إن جدنا جدنا يا رب الله إن كنت حافدا تقرأه في كل أوقات أنا قرآن تنغنداني قرآن قرآن غادي جنواني وإن كنت غير ذلك يعني إن كنت غير حافظ أنا ينغم قرآن تنغنداني أنا قرآن نقو قرآن غاني نقدر سنداني أنا سوان غاني فخذه معك قرآن كريا كفنغ واسحبه معك أنا كفن لما قول كفنغ والله وجعله جليسك والله أنا نقل لأنت غا أنت غوي أنت غري الذي لا تفارق كيف كان تنبت لما قول ولا يفارقك كان تنبت هذا هو القرآن يا القرآن والله قرآن كبير دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فارغ الكبير كوي قرآن أقرأ وسنكات كتاب كبير كتاب كبير ينقل من فوق سبع سماوات كم بتون يري كم أنا لي لن ينقل فارغ قرآن قال فارغ كما فارغ بستقون فيه قرآن ينقى قصبري كين بس قصنج قرآن ينقى كتابي كين كتاس كتانج وقرآن ينقى سربي سندو من دغني أصبح خير الناس كين قال إلا كري آن يهرم من جوه سرنا فوالله الذي لا إله إلا هو إذا نزل القرآن في قلب إنسان أصبح هذا الإنسان خير الناس كين هرم من إلا كري آن يهرم من جوه سرنا ملوه قال كقرآن وطم اشتغلوا بهذا الكتاب قصونا في كتابه هذا القرآن احفظوه قرتنقا والله تمسكوا به قتيتك والله إن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به الرسول فإن اعتصمتم بهداكم لما كان هدى أولا القرآن والسنة النبي عليه الصلاة والسلام في غسو بك ترغي قرآن غسو قتنت قرآن قر قرآن تقال لما قلنا قسير قرآن قتنها قرأ جنك على كتابنا قرأ الذي قاومت لك قرآن نغني تسمع كلام ربك أنك من أنك من قامت لك تسمع يأمرك وينهاك أنك من أنك قانون تلك وأنك من نقايل لك أن يأمر نقا ويبشرك أنا أني غالي نقوك قرآن كي نغني وينذرك يعني أنا إلا أن نقوك قرآن كي نغني إذن أقبل هذا الكتاب وأن نكت كتك كتاب الله وقرأ أن قرأ الله اقرأ هذا الكتاب وتمسك به والله تقتد أن نقرأ بل تنزيل من رب العالمين تقهون جب كما قل جن قلنا والله إن لك التغيير فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ألا نوكا قرآن نكون ألا نوكا قرآن نكون كان كثير أخي مرحبا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.